خلال الشهر الفضيل قدرنا نزيد الوعي بحياتنا اليومية ونحافظ على النعمة. خلال الشهر الفضيل قدرنا نزيد الوعي بحياتنا اليومية ونحافظ على النعمة. كان هدف حملتنا أن نكون إيد وحدة للحد من هدر الطعام، خلونا نحتفل بالإنجازات اللي حققناها. كان هدف حملتنا أن نكون إيد وحدة للحد من هدر الطعام، خلونا نحتفل بالإنجازات اللي حققناها.